خير ما نختم به أقول هذه الكلمة. شكرا لك يا الله على نعمة محبة آل محمد، شكرا لك يا أبا عبد الله أن جعلتنا من الباكين عليك، شكرا لك يا حسين لأنك في حياتنا بل كل حياتنا، شكرا لك يا فاطمة أعنتينا على بكائنا على ولدك، شكرا لك يا صاحب الزمان أنت معنا تسددنا في أقامة العزاء، شكرا للقائمين على هذه الخدمة كوادر الحسينية، الجنود المجهولون اللي قرأ الحديث، رئيس الماتم، أعضاء الماتم، اللي بالمطبخ، اللي بالشارع، اللي يهيئون، اللي لا نراهم لكن نحس بآلامهم، شكرا لكم على هذا التعب. أنتم أيها الحضور شكرا لكم طيلة هذه الأيام على هذا التواجد، على هذا التفاعل، على هذا البكاء. بيضتم وجوهنا أمام فاطمة، بيضتم وجوهنا أمام صاحب الزمان. بعد أحبتنا عبر البث الافتراضي في بيوتكم، الأم اللي كانت تتعب حتى تقعد أولادها قدام التلفزيون يستمعون على الحسين، صاحب البيت اللي سوى بيت حسينية وعلق السواد وخلى بيته الأيام حسينية مصغرة، كل من شاركنا شكرا لكم على هذا العناء. بعد شكرا لك يا زينب لأنك معنا ونحن معك، شكرا لك يا مولاتي يا زينب لأنه لا يمر يوم من أيام السنة إلا ونذكرك فيه. اللهم إن كانت عيني قد جفت من البكاء على الحسين فأسرع إليها بالعمى قبل أن تكون محرومة من الدمعة على الحسين. اللهم ارزقني نعمة البكاء على الحسين حتى في لحظة الموت، ولا تفرق بيننا وبين الحسين دنيا ولا آخرة. اجعل هذه الخدمة يا ربي ذخيرة لنا في حشرنا ونشرنا وقبرنا، أرنا سعادتها واجعلها لنا جالبة لكل خير، دافعة عنا كل شر.